مرحبا حبايب، شو الاخبار؟ ان شاء الله تمام، يسعد لي اوقاتكم من وين ما كنتم. اليوم بهذا الفيديو رح احكي شوي عن نظام الكامبات بهولندا. طبعا الواحد اول ما يوصل على هولندا رح يروح على تير ابل، اكيد بتير ابل بعد ما يعمل الاجراءات واللازم منه رح يعطوه غرفه، طبعا اذا كان لحاله او كان مع عائله. طبعا الشباب رح ينحطوا مع الشباب، اكيد البنات او النسوان او العائلات رح ينحطوا مع قسم العائلات او مع قسم النسوان، والشباب لحاله الرجال. طبعا هلا بكم تير ابل في قسم انه لاجئين جداد اللي عم يسلموا، انه عم بيجوا يسلموا حالهم، وبعدين هدول رح يقعدوا كم يوم يعملوا المقابله الاولى، وبعدين رح ينفرزوا على كامب ثاني. اما يلي ممكن يكون بكامب قبل كامب دائم مثلا، او يرجع على كامب التير ابل، ممكن يعطوهم غير غرف رح يكون معهم غاز وفي يعني احسن. بس ما علينا هذا الحكي. نظام الكامبات هون مثل ما قلت لكم، الرجال لحالهم والعائلات والنسوان لحال. بكل غرفه ممكن، هل في كامبات في بكل غرفه 5 تخوت، يعني 5 اشخاص، وفي شخصين وفي 3 حسب. انا عم بعطيكم نظام الكامبات، يعني كم ممكن كل غرفه 5 اشخاص، وكم ثاني كل غرفه 3 اشخاص، شخصين حسب الكم. طبعا بيت هو او مبنى، مثلا انا رح احكي لكم مثلا على تير ابل. تير ابل مبنى هو بيت، بالبيت جوا في مثلا 4 غرف، كل غرفة فيها شخصين مثلا. بهذا البيت في مطبخ مشترك وفي حمام مشترك وبس. هاي هي هذا هو. غير كامبات بتلاقوا بكل غرفة تواليت العفو والمطبخ مشترك. المطبخ اكيد مشترك رح يكون، الحمام مشترك. هلا في كذا كامب، انا بالكامب اللي كنت فيه قبل كان مبنى طويل كتير، في يمكن المبنى يمكن في واحد شيء 4 بيوت، هال4 بيوت كل بيت فيه شيء 4 غرف. في غرف لا شخصين وفي غرف لشخص عزابي، بس طبعا كتير صغيرة. طبعا الحمام مشترك والمطبخ مشترك اكيد. وطبعا بيصير في كل اسبوع بنظفوا البيت حسب اتفاقية الكامب او الاشخاص نفسهم. فهيك رح هيك النظام الكامبات بهولندا. كامب تير ابل هو بيبعد عن السوق، عن السوبر ماركت مثلا، شغلة نص ساعة لثلاث ربع ساعة حسب، بس نص ساعة ممكن نقول. بالبسكليت اكيد شغلة ربع ساعة بالبسكليت. مشوى هي في مشوى، فيها مشوى لانه شوي من عزلة تير ابل. كم تير ابل طبعا كل اسبوع يمكن بيجي مره مرتين ماني متذكر، سياره بتوقف برا على باب الكامب تير ابل، وبيبيعوا خضره ما خضره وادوات غذائيه لحتى الواحد ما يقدر يضطر يروح على الضيع على جوا. طبعا بيبيعوا خبز كمان. انا بحس من احسن الكامبات، من احلى الكامبات تير ابل. انا بحس ما بعرف، يمكن عادت فيه منيح، تعودت عليه، ما بعرف. طبعا هي فتره قديمه. في كتير كامبات سيئه، في كتير كامبات منيحه. بس حبايبي لا تخافوا من شيء، الكامبات هي مجرد فتره وبتعدي. يلي مستعجل وما انه حابب يقعد بالكامب، بكل بساطه اول ما ياخذ الاقامه وياخذ الرقم الوطني اللي هو البي اس نمبر، اوكي، ببساطه فينا يروح يستاجر غرفه، يستاجر بيت، يطلع. اذا ما بده الكامب فينا، انت لقيت بيت غرفه فيك تروح، بتروح بتستاجر بيت، بتنقل بلديتك وبتروح تقعد ببيتك لبين او بغرفتك لبين ما تدور على بيت ثاني او البلديه تدور لك وتنتقل. ممكن تستنى لمشملك، ممكن المهم تطلع من الكامب اذا ما انك حابب الكامب. اوكي حبايبي،
هذا الفيديو بس كنت بدي احكي عن نظام الكامبات. هو نظام الكامبات هيك مثل ما قلت لكم، برجع بعيد مره ثانيه، بكل غرفه شخصين ممكن ثلاثه، في 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 كامبات خمس اشخاص وست اشخاص. طبعا انا مفضل هيك شيء، حمام مشترك والمطبخ مشترك حبايبي. اوكي، طبعا في غاز وما غاز هالامور هاي. واي شخص بيسالني او عم يستفسر انه نحن فينا نطلع برات الكامب، يا حبايبي فيكم تطلعوا برات الكامب، فيكم تروحوا. وشغله ثانيه مهمه كثير حبايبي، بكل كامب في شيء اسمه بصمه كل اسبوع، لازم كل اسبوع هو كل اسبوع بيعملوا الكوة تعمل بصمة. اوكي، ما بعرف ليش شو هاي، يمكن حتى الناس ما تروح مدى طويل حتى تعرف انه فعلا موجودين هون وموجودين هون. طبعا الواحد فينا يروح من اسبوع مثلا، لك حدا هون فيك تروح اسبوع، المهم ليوم مثلا يوم الثلاثاء عندك بصمة. اوكي، بتروح للتنين الثلاثاء الصبح تجي تبصم، فيك ترجع تروح، المهم تبصم. وفي احيانا ممكن الدق انا ما فيني اجي، عندي موعد كذا كذا، خلص ما فيني ابصم. اوكي، هن بيقدروا لك الوضع وبيمشي الحال حبايبي، بس المهم في بصمه كل اسبوع بالكام. اوكي تو حبايبي، يسعد لي اوقاتكم، اذا اول مره بتشوفونا حطوا لنا اشتراك، اشتركوا بالقناه، فعلوا زر الجرس حبايبي، واللايك اهم شيء ليصل لاكبر عدد ممكن. واذا عم تستفادوا من فيديوهاتي خبرونا شو رأيكم بالمعلومات النصائح، نحن أكيد بهمنا رأيكم، نكبر فيكم حبايبي. يسعد لي أوقاتكم، وإن شاء الله كل أيامكم حلوة، وهلا يلا باي باي.